بكام ألف متفرج في هذه المباراة؟ لو مصرح ب10,000، ال10,000 يبقوا متواجدين وشجعوا اسم النادي الأهلي وشجعوا لعيبة النادي الأهلي، لأن الفترة اللي جاية محتاجة مساندة جماهيرية، مش محتاجة حاجة تانية، مش محتاجة حاجة تانية، محتاجة مساندة جماهيرية وروح جوه الملعب، محتاجة مساندة جماهيرية وروح جوه الملعب، مش محتاجة حاجة تانية خالص. فمباراة سيمبا التنزاني، المباراة يوم إن شاء الله يوم السبت القادم، يوم السبت القادم أنا عايز ال10,000 متفرج يبقوا متواجدين كلهم بالكامل في مدرجات برج العرب. أنا عارف إن الظروف صعبة والمشوار طويل وكذا وكذا وكذا، ولكن جمهور الأهلي ده الطبيعي بتاعه، بيتغلب على الصعوبات زي ما الفرقة هتتغلب على الصعوبات، زي ما فريقه هيتغلب على الصعوبات خلال الفترة اللي جاية. طيب، وبما اننا بنتكلم عن